البداية من بيان وزارة الصحة والسكان عن الوضع الوبائي في مصر. الوزارة امبارح في بيانها أعلنت عن خروج 612 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات بعد ما تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وبكده ارتفع إجمالي المتعافين في مصر إلى 322180 حالة لحد امبارح. كمان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أعلن أنه تم تسجيل 723 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته. طبعا بيتم ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة اللي بتجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. بينما في مصر سجلنا امبارح 20 حالة وفاة جديدة. الحمد لله سلامة المتعافين طبعا، وربنا يرحم المتوفين. لكن كمان فيما يخص إجمالي الأرقام، المصابين في مصر 387882 من بداية الجائحة، بنتكلم في سنتين سجلنا هذا الرقم، ده يعتبر رقم قليل نسبيا مقارنة بدول العالم الأخرى اللي تفشى فيها الوباء بشكل كبير جدا. يمكن مش بس كانت بتسجل حالات وفيات كبيرة، لكنها كانت بتسجل إصابات بتتعدى 200,000 في اليوم. ده في الموجة اللي شغالة دلوقتي مثلا على سبيل المثال في بعض دول أوروبا بتسجل 200,000 وشوية في اليوم حالة إصابة للفيروس ومتحوراته. فطبقا للمعدل العالمي يعني لا، مصر الحمد لله الوضع فيها مستقر تماما وتحت السيطرة، وده طبعا الحمد لله بفضل ربنا وبفضل توافر أنواع مختلفة من التطعيمات، بفضل توافر الوعي وزيادة الوعي عند كتير جدا من المصريين اللي راحوا على طول تلقوا اللقاح الجرعات الأولى والتانية سواء من على موقع وزارة الصحة والسكان، طبعا متاحة للتسجيل على مدار 24 ساعة أمام حضراتكم الموقع أهو، أو كمان من مراكز تلقي اللقاح الموجودة دلوقتي في أماكن مختلفة سواء محطات القطارات أو محطات المترو التبادلية تحديدا، وكمان طبعا لداخل الجامعات المصرية في أكثر من 60 مركز في الجامعات المصرية اللي طلب تلقي اللقاح بالشكل الفوري، ده بالنسبة للجرعة الأولى والثانية. بينما الجرعة الثالثة بالنسبة طبعا للفئات الأولى بالتطعيم اللي هم كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، الأطباء والعاملين في القطاع الصحي بشكل عام، الجرعة الثالثة بيتلقوها ازاي؟ من خلال رسالة نصية بتجيلكوا على رقم التليفون اللي سجلتوا بيه لتلقي الجرعة الأولى لموعد تلقي الجرعة الثالثة، وهي الجرعة التعزيزية لتنشيط فعالية هذا اللقاح اللي طبعا اللي خد أو اللي مر على التطعيم أكثر من 6 لـ9 شهور بيحتاج إلى جرعة تنشيطية ثالثة. تحورات مختلفة بتظهر لفيروس كورونا طول الوقت، بنسمع عن متحورات جديدة سواء سريعة الانتشار أو لأ، ولكن تبقى الطريقة الوحيدة لأنك تأمن نفسك وأسرتك والمحيطين من مضاعفات وحدة الفيروس الخطيرة هو التطعيم، إلى جانب طبعا وده لا غنى عنه وسائل التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية وإنك ترتدي الكمامة وإنك تغسل إيدك طول الوقت. دي بقت حاجات اعتدنا عليها خلاص في حياتنا اليومية. فأرجو من حضراتكم الناس اللي لسه ما سجلتش لطلب تلقي اللقاح، مازال الموقع متاح وهيفضل متاح طبعا لحد ما كل المصريين يتطعموا إن شاء الله. حضراتكم عارفين إن السن نزل من 12 سنة فيما فوق، وأظن في القريب كمان هينزل السن الأكتر من كده، والأطفال كمان هيتطعموا نظرا لمأمونية اللقاح والتجارب والدراسات اللي بتتعمل دلوقتي على مأمونية اللقاح على كل الفئات سواء الأطفال، أو كمان بتجرى دراسات حاليا لمأمونية اللقاح على السيدات الحوامل اللي هم كانوا كانت فئة مستثناة من أخذ التطعيم عشان ما كانش لسه معروف هل هو آمن على الجنين ولا لا، هل بيؤدي إلى مضاعفات أو انتقال تأثير اللقاح على الجنين ولا لا. فدلوقتي بتجرى هذه التجارب علشان كل الناس تتطعم من كل الفئات من الأطفال الصغيرين والحوامل وكبار السن، وبالتالي المجتمع يكون مناعة جماعية ونقضي بقى على هذا الفيروس، خاصة انه يمكن في توقعات من منظمة الصحة العالمية كانت بتقول انه ان شاء الله 2022 تبقى نهاية لفيروس كورونا او على الاقل نهاية لخطورته، ان احنا نقدر نتعايش مع الفيروس ده كانه انفلونزا عادية اللي هي بتجيلنا كل سنة الانفلونزا الموسمية واللي بناخد لها تطعيم بشكل سنوي او بشكل موسمي، فبالتالي ما تسببش حالات وفاة بسبب كورونا. ربنا يسلم الجميع يا رب ويحفظ مصر واهلها من كل شر.